بيرن اوت، الفيلم المغربي اللي كلشي كان عليه فيلم اباحي، شنو هي القصه ديالو؟ واش بصح كيعالج ظواهر كاينه في المجتمع المغربي؟ وشنو هو الرد ديال ادريس الروخ؟ وعلاش الفيلم دار هاد الضجه كامله؟ في هذا الفيديو غادي نعرفوا الحقائق والخبايا ديال هذا الفيلم هذا، فبقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو. الا كنت اول مره كتشوف هذه القناه فمعك محسن من قناه مائده، شجع المحتوى الهادف بالاشتراك في القناه وكذلك الضغط على زر الاعجاب وخلي لنا تعليق باش يبان الفيديو للناس كثار. ويلا نبداو. اختار مرة أخرى المخرج المغربي نور الدين الخماري أنه ينزل القاع المجتمع المغربي ويجسد قساوة الحياة في الدار البيضاء من خلال الفيلم ديالو الطويل بيرن أوت اللي تعرض الخميس اللي فات في العشية، وجا العرض ديالو في فعالية الدورة 19 من المهرجان الوطني في طنجة. بيرن أوت هذا الفيلم سلط الضوء على بزاف النماذج لبعض الشخصيات في مدينة الدار البيضاء، وهدر على الفوارق الطبيعية وكيفاش أن الحب هو الوحيد اللي يقدر يحيي هذه الفوارق هذه اللي كاينة في المجتمع المغربي بالخصوص في الدار البيضاء. وهدر الفيلم كذلك على عدد من الظواهر الاجتماعية بحال الاجهاد والتناقض في القيم. فيلم بحاله بحال كازا نيغرا والزيرو واللي هما افلام ديال نور الدين الخماري اللي هو المخرج ديال بيرن اوت. بالرغم من اختلاف قصه الفيلم على الافلام اللي سبقوه، فبيرن اوت هدر على البارات والدعاره والمخدرات وفساد رجال المجتمع الراقي. كيحكي الفيلم قصه اناس الباز اللي كينتمي لفئه اجتماعيه ميسوره ولكن ما فرحانش في حياته الزوجيه وفاشل في حياته المهنيه وفي العلاقات الاجتماعيه. كما ان الفيلم تطرق لعلاقه البطل مع واحد الطفل صغير اللي هو خدام سيرور وكان الهم ديالو الوحيد هو انه يشري لمو رجل اصطناعيه لانها كانت معاقه. فمن بعد ما خدينا مقتطف على الفيلم او القصه كيفاش هي دايره، فندوزو ونشوفوا شنو قال ادريس الروخ على الانتقادات اللي تعرض لها في ديك اللقطه اللي كانت في هذاك الفيلم. استغرب ادريس الروخ في التصريح ديالو من انتشار المشهد اللي توصف بانه مشهد اباحي بعد ايام قليله من بدايه عرض الفيلم ديالو الجديد جرادة مالحه في القاعات السينمائيه المغربيه، وشار الى ان فيلم بيرن اوت صدر عام 2017 في القاعات السينمائيه وهذيك الوقيته ما هضر عليه حتى شي واحد. واعتبر ادريس الروخ ان اعاده نشر هذا المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت هذا كيدل على ان هناك ايادي خفيه كدير تشويش على الفيلم ديالو جرادة مالحه اللي اشرف على الاخراج ديالو ورد على الاصوات اللي انتقدت الموافقه ديالو على اداء مشاهد جريئه. قال الروخ انه كيختار جسد الادوار اللي كتدافع على الانسانيه وكتعالج المشاكل الاجتماعيه والنفسيه، واعتبر ان المشهد اللي اثار الجدل كيجسد الواقع وهو سينمائي غير واقعي. من بعد ما شفنا شنو قال ادريس الروخ وشفنا من قبل القصه ديال الفيلم، غادي نقول الراي ديالي المتواضع ماشي في الفيلم ولكن في المجتمع المغربي ككل كيفاش كنتعاملوا مع الظواهر اللي كيكونوا جديده او الظواهر اللي كيكونوا بحال كيجيو ديزامبيلسيون اللي كيفيقونا وكيقيسوا فينا داك الضمير. اللي بغيت نقول هو انه كلش كينتقد الفيلم وكل شيء ما عجبوش الحال ومخبي ورا الستار ديال القيم المغربيه المحافظه، وفي نفس الوقت كل شيء كيقلب على داك الفيديو اللي فيه ديك اللقطه المحتشمه باش يشوفوا. فهنا انا ماشي كندافع على الفيلم ولا كندافع على ايديولوجيات ولا كندافع، ولكن كنقول الراي ديالي في المجتمع المغربي وكيفاش كيفكر. وراه غير بغيت نقول راه حنا اللي فينا المشكل، نعيب زماننا والعيب فينا. راه انا وانت وانتي اللي كتشوفوا هذا الفيديو حنا اللي مسؤولين عن انتشار افلام بحال هادو، حنا اللي مسؤولين بالدرجه الاولى على ان هاد الافلام داروا لانه كيحققوا مشاهدات كبيره. راه غير اللي بغيت نقول هو حنا انا وانت وانتي اللي كتشوف هذا الفيديو راه حنا اللي كنميلوا لهذا النوع ديال الافلام. راه هذاك اللي كينتقد الفيلم في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الانواع ديالها كتلقاه هو الاول اللي كيقلب على الفيلم في اليوتيوب ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتلقاه هو الاول اللي كيمشي كياخذ التيكي وكتمشي للسينما كتلقاه شاد الصف باش انه يدخل يتفرج في الفيلم، وكيساين هذيك اللقطه بفارغ الصبر انه يشوف باش يشوفها ويصورها ويبارطاجيها معنا كانه راه شاف الفيديو. وعاد تشوفوا ان راه العيب فينا حنا الاولين اللي باغي نبانوا مجتمع منفتح بالتخبيه ولكن وفي نفس الوقت محافظ في العلن. انا عارف هذا الكلام قاصح وعارف هذا الكلام بزاف الناس ما غاديش يعجبهم وعارف هذا الكلام غيخلي الناس يديروا دي كومونتير اللي هما خايبين، ولكن هذه راه الحقيقه ديالنا. راه فاش كتهضر على الحقيقه ديال المجتمع المغربي او المواطن المغربي ما كيعجبوش الحال، هذا هو المشكل اللي فينا. على سبيل المثال دابا بيني وبينك على ان المغاربه كلهم انتقدوا فيلم الاخوان وقالوا بانه كيبين الناس اللي ملتزمين او الدين الاسلامي في واحد الصوره اللي هي خايبه وكيبين الصوره ديال المسلمين في المغرب كيفاش هي دايره مكرفصه وباللباس ديالهم الرديء اللي ماشي تلهيه، ولكن راه المشكل كتلقى السينما عامره، المشكل كتلقى بنادم كيمشي كيقطع التيكي كيمشي يتفرج، المشكل كيلقاه بنادم كيسجل بارتيات من الفيلم من السينما وكيبارطاجيها في لي ريزو سوسيو، راه هذا هو المشكل. وحاجه اخرى والفيلم الاخر اللي كان دار ضجه في المغرب اللي هو فيلم الشيخه اللي كان في رمضان اللي دار ضجه والمغاربه
كاملين بجميع الانواع ديالهم والاطياف ديالهم كينتقدوا الفيلم، تيقول لك لا الفيلم كيعالج واحد الموضوع اللي ربما ما داكشي ما كاينش في المجتمع ديالنا. ولكن المشكل هو انه ملي كتمشي للتلفاز كيقول لك بانه راه مشاهدات خياليه وفيلم ناجح 100%، وملي كتمشي لليوتيوب كتلقى الفيلم كيحقق في ساعه ولا في جوج السوايع 3 مليون 4 مليون مشاهده. يعني بغيت نفهم ما عرفتش، واش حنا كننتقدوا في العلن وكنمشيو نتفرجوا في التخبيه؟ غير اللي بغيت نعرف شكون اللي كان كينتقد وشكون اللي كان كيتفرج وشكون اللي كان مدعم الفيلم وشكون اللي كان ما مدعموش. هادشي كامل ما كيتفهمش. واحد شوف تيفي اللي ما كاينش في المغرب اللي ما انتقدهاش، ما كاينش في المغرب اللي كان هذاك الاعلام ديال العار، هذاك الاعلام ديال الخزي ومحسوب على المغاربه، كلشي كينتقد. ولكن المشكل شكون اللي مداير 10 مليون ابوني في القناة ديالهم؟ شكون اللي مطلع عليهم لي فيو؟ شكون كي بارطاجي لي فيديو ديال شوف تيفي؟ هادشي كامل فما قلت لا بغيتي تفهم كتلقى راسك في الاخر ما فاهم والو، كنتاقدو في نفس الوقت كنمشيو هذاك البرودوي اللي انتقدناه كنمشيو كنكونسوميو وكنشجعو دوك الناس. يعني حنا ملي كنكونسوميو واحد البرودوي اللي هو ما غاديش مع الثقافه المغربيه اولا ما غاديش مع القيم المغربيه اللي مبنيه على الاسلام، وكنمشيو كنتفرجوا فيه، شنو كنقولوا للناس الاخرين؟ شنو كنقولوا للاذاعه؟ وشنو كنقولوا للقنوات المغربيه؟ وشنو كنقولوا للمخرجين؟ كنقول لهم ان داكشي راه عاجبنا، ولكن ما باغينش نبينوا ان القنوات كيتعاملوا بلي فيو، شحال ديال لي فيو، شحال ديال الناس شافوا ناس كثار، راه غادي نزيدوا من داك المنتوج، نزيدوا نطوروه ونزيدوا نزيدوا به القدام ونخدموا عليه. السؤال كاف اخر الحلقه، السؤال اللي بغيت نطرحه عليك انت كمتتبع ولا انت كمتتبع اول مره تصادفتي مع هذا الفيديو كملتيه حتى الاخر، الا داروا برنامج ثقافي في القناه الاولى ولا في القناه الثانيه ولا في الرابعه ولا في السادسه ولا واش غادي تفرج فيه؟ هذا هو السؤال المطروح. هذا ما بغيتش تجاوب في لي كومونتير، جاوب، ما بغيتيش غير بينك وبين راسك. الا داروا برنامج ثقافي او فيلم ثقافي كيعاود على الشخصيات المغربيه، بحال شخصيه مثلا نقدروا نقولوا حنايا فيلم كيهضر على السيده الحره، واش غادي تفرج فيه؟ نقولوا حنا برنامج ديني، واش غادي تفرج فيه؟ راه هنا فين كاين المشكل. يعني حنا كنتفرجوا في دوك البرامج اللي ما كيحترموناش ولا حنا، ولكن حنا كنبغيوهم. راه ملي كتشعل التلفازه ولا ملي كتشي اليوتيوب وكتفرج وكتدير كطابي في الريسيرش على واحد الشيء اللي انت من بعد غادي تنتقدو، راك طلعتي الفيو، يعني راك شفتيه، وكل ما طلعوا لي فيو لا في التلفازه لا في اليوتيوب لا في الفيسبوك فهذيك كيتعتبر انجاز. واش انت بينك وبين راسك؟ غنعاود نسولك مره اخرى، لا دار برنامج ثقافي اولا هذا الفيلم اللي دار، لا كان فيلم ثقافي وكيهضر لواحد الشخصيه مغربيه اللي هي ناجحه، واش غتفرج فيه؟ اكيد ما غاديش تفرج، وغنطبع عليها 100%. غير واحد البرنامج اللي غادي نهضر لكم عليه دابا اللي هو امودو، اي واحد مشي طابي امودو في جوجل ولا في اليوتيوب وبشي يشوف لي نومبر دو في، عدد المشاهدات اللي كاينين، واش كاين المشاهدات طالعين ولا كاين المشاهدات هابطين؟ كتلقى برنامج مقيوم بالزبال ديال الفلوس وكيبين لك التراث المغربي وشو حوايج اللي غابين في المغرب، ما كيتبعوهمش، ما كنتفرجوش فيه. حنا ماشي ديال داكشي، حنا ديال شي حاجه بحال هكا دار، بحال نقولوا افلام اللي خصنا نهضروا عليهم، اللي خصنا ضروري من كريتيكيوهم، فهمتي؟ شي حاجه ما كتكريتيكاش كتكون مزيانه ما كتشافش، والا ما تشافتش انت كما كتشجعهمش باش انهم يزيدوا في المبادره ويزيدوا بينوا شي حوايج اللي هما زوينين. فكيف ما كنقول نعيبوا زماننا والعيبوا العيب فينا، ومالي زماننا عيب سوانا. الا كنت باقي حتى لدابا كتشوف هذا الفيديو فهذا كيعني بان المحتوى عجبك، فما عليك الا انك تابونا في القناه الا كنت باقي ما تابونيتيش، وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ودعم المحتوى الهادف. وانا كنقول مره اخرى المحتوى الهادف باش نقيو شويه المحتوى المغربي نزيدوا به القدام. والا كنت ديجا من العائله ديال المائده فخلينا تعليق ودير واحد جيم لا فيديو باش يبان للناس جداد وتكبر عائله مائده ان شاء الله، وتشجعونا على اننا نديروا دي ماتيريال مزيان ونزيدوا بالمحتوى شويه القدام. وتهلاو.